تحت رعاية سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة مستشار وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وبحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة، تم افتتاح جامع صاحبة السمو الشيخة حصة بنت علي بن حمد آل خليفة حرم صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله، وذلك بالرفاع في المحافظة الجنوبية. وقد ألقى سعادة الشيخ الدكتور راشد بن محمد بن فطيس الهجري رئيس مجلس الأوقاف السنية كلمة أشاد فيها بالاهتمام الكبير الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لدور العبادة لمن المساجد من دور فاعل في نهضة المجتمع واستقراره بإشاعة قيم التعاون والتكاتف والوحدة والتكافل والبناء وإسهامها الفاعل في تعزيز المواطنة الصالحة. وتوجه الهجري بالدعاء للمولى الكريم أن يجزي صاحبة السمو الشيخة حصة بنت علي الخليفة في بناء هذا الجامع خير الجزاء، وأن يجعل هذا العمل المبارك في موازين حسناتها، وأن يجعل عملها خالصا متقبلا. والجدير بالذكر أن جامع صاحبة السمو الشيخة حصة بنت علي الخليفة شيد على الطراز البحريني القديم، ويروعي فيه تصميم المنارة البحرينية الأصيلة، علما بأن الجامع يتسع ل 850 مصلي وقاعة مصلى للنساء، بالإضافة إلى سكن للإمام والمؤذن ومرافق عامة ومواقف للسيارات. اليوم في هذا الصباح المبارك وتزامنا مع اقتراب شهر رمضان المبارك، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله شهر خير وبركة علينا وعلى بلادنا وعلى ولي أمرنا وقيادتنا الرشيدة، نفتتح هذا الجامع المبارك، جامع صاحبة السمو الشيخة حصة بنت علي بن حمد آل خليفة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لها الأجر والثواب وأن يثقل بهذا العمل موازين حسناتها. وتأتي هذه الفترة افتتاح المساجد فيها مواكبة لهذه المشاريع الإسكانية التي تكثر وتزداد في مملكة البحرين بتوجيه من سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم ومتابعة حثيثة من سيدي صاحب السمو الملك الأمير سلمان بن حمد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تأتي متزامنة ومواكبة لهذا التوسع العمراني.